هل تحريم السنة إنجاز هيساوي تحريم القرآن؟ بمعنى إطلاقه للأبد، زي مثلا موضوع زواج المتعة. الشافعي بنفسه اللي قال حرم ثم حلل ثم حرم ثم حلل. إذن كان المفترض على الأقل فيما يسمى علماء الأصول إن هم يقولوا افتراضية أن السنة هنا قد تكون لموقف زماني مكاني، فيظهر منها تحريم شيء ما، تحريم رسولي ليس إلهي، وبعدين يحلل أو يتغير الوضع الاجتماعي يتغير كلام الرسول، وده وارد عقلا، فيظهر منها تحريم شيء ما، تحريم رسولي ليس إلهي. صحيح. طيب، أحاديث كثيرة مرتبطة بالزمان والمكان. تفضل سيد الحاج. أنا أرى أن هذا الموضوع يعني ناقشناه الآن ستنفتح بناء عليه 15 20 30 مبحث. نعم مولانا، ليس النقاش في زواج المتعة، النقاش في هل يوجد حاجة اسمها تحريم رسولي وليس إلهي؟ طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما حرمه رسول الله هو ما حرمه الله عز وجل. لا يتأتى قط أن نتوهم أن هناك شيء منسوب إلى النبي من التحريم يتعارض مع ما جاء عن الله عز وجل، ولا يتأتى أن نشترط، انتبه إلى مسألة هذه، لا يتأتى أن نشترط أن نجعل فهمنا نحن للحكم الموجود في القرآن حاكما على نص الحديث. بمعنى الآية القرآنية هنا بلغتها العربية الصحيحة الواضحة وبسياقها وبصلتها بغيرها من الآيات لها مفهوم، هذا حرام. يأتي زيد من الناس وليكون الأستاذ إسلام ويقول لا، أنا الذي فهمته من هذه الآية أنه هذا معناه حلال مش حرام. إذن الحديث الذي جاء بأنه حرام قد ناقض الآية، وبالتالي نرد الحديث، هذا عبث. الكلام واضح جدا، لا يتأتى للسنة أن تناقض القرآن في التحليل والتحريم، في نفس الوقت لا يتأتى أن يكون الحكم بأن هذا ناقض أو لم يناقض على الأساس الذي تكلم به الأستاذ إسلام البتة، هذا يحول المسألة إلى فوضى وإلى عبثية. ماشي، عقب ولا دكتور أسامة؟ لسه دكتور أسامة، تفضل. كلام صاحب الفضيلة، بس يضاف شيء صغير، فكرة التحريم الرسولي وإنه النبي له مجموعة أحكام خاصة به ليس لها علاقة بالقرآن أو غيرنا. طب يعني أنا بشرح يعني كلمة بس زائدة. طيب، في حضرتك أطروحة لواحد اسمه جورج طرابيشي، هو اللي بيتكلم عن التفرقة ما بين الرسول من حيث هو متلقي للوحي ويجعل هذه فترة خاصة بالرسول على حدته، وأن كل أحكام الرسول فيما عدا ذاته الشريفة كأنها أحداث زمنية متعلقة بزمنه فقط وليس لها حكم شرعي ساري إلى يوم القيامة. الشيء الوحيد اللي أنا بحذر منه يا جماعة، لا يوجد شيء اسمه تحريم رسولي. قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما ينطق عن الهوى، كلامه عليه الصلاة والسلام لم يخرج قط عن دائرة الوحي. طيب اتفضل. أرد أنا بس على حاجة قبل بس التحريم الرسولي، نقطة من المرة اللي فاتت. هي لا أنا آسف، لا مش تاخد أنا رفضت مع الدكتور، لا مش تاخد لحظة ولا على موضوع النسبية المطلقة. أنا آسف مش هسمعها. لا يا فندم، أنا رفضت للدكتور أسامة فيما قبل لما طلب وقلت لك أنا قال حاجة مهمة. أنا آسف جدا، معلش عزيزي خيري، هتاخد لحظة إسلام ولا لحظة، لأني هسمح له لأن أنا رفضت. اسمعني، فأنا مش هتراجع. اسمعني إسلام، أنا مش هتراجع على فكرة. لو سمحت هي في سياقنا، معلش لا علق على اللي أنا بتكلم عليه. طيب هعلق عليه وهي في سياقنا. المهم بس بتكلم عن حاجة، أنا لما أقول تحريم رسولي بمعنى أنني أقول في النص في الحلقات أن الرسول منفصل بتحريمي عن الله، هذا كلام لا يمكن أن أقوله أنا. التحريم الرسولي أقصد أن الرسول في زمان ما ومكان ما متلقا من الله أو متلقيا من الله قال هذا حرام، لكن لنا القرآن لم يأتي به. ليه بقى؟ عشان أقول أنه أولا قابل للإلغاء الزماني المكاني، وده حصل. اتنين، أنه قابل للنسخ من الرسول للرسول بفعل الزمان. ثلاثة، أنا كنت برد على ناس الأساتذة يعرفوهم، بعض العلماء القدامى يقولون أن القرآن، أن السنة تنسخ القرآن، ودي جريمة لا يقبل بها عاقل، أن السنة تنسخ القرآن وهم يعلموا مين اللي قال. فإن السنة، كنت برد بقى في الحلقة دي أن السنة ليس لها إلا أن تكون إما تابعة للقرآن أو حتى ما تزيد عليه فيما أوحى الله به لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوحده، كجواز العمة والخالة، ما برضو السلفيين خدوا نفس الفيديو، قصدي ان تكون العمة والخالة ضرة، او ميراث الجدة ان كان مختلف عليه، ان كان حديث ضعيف لرسول ولا رأي ابي بكر، ابو بكر رضي الله عنه. المهم
أنني كنت أرد على فكرة أن السنة تنسخ القرآن، فقلت لا، التحريم الرسولي هنا زماني مكاني موحى به من الله، لكنه لا يمكن أن يصل أن يتخطى القرآن فينسخه، لأن هم بيستدلوا كده على حاجات كبيرة قوي. عايز أقول على اختلاف أرائنا دي، بس في حاجة مهمة جدا، موضوع النسبية المطلقة اللي قاله الدكتور أسامة موضوع بسيط ومنتهي. النسبية المطلقة لما قلت حضرتكم 100 مليون صدقوا لكم و100 مليون صدقوني كما الفقهاء الأوائل، مش أنتوا اللي قلتوا اختلافهم رحمة؟ طب ليه ما قلتش إن في نسبية مطلقة في الفقهاء الأوائل؟ الفقهاء الأوائل اختلفوا، فلما اختلفوا تاني يا شباب بس قالوا نسبية مطلقة. المهم دي مش نسبية أنا مطلقة. أسف حضرتك عندك تعليق؟ أنا أسف جدا. لا لا، بس بكل بساطة الكلام اللي يقوله الأستاذ التشبيه هذا أنا مش مقره أبدا. زي. لا أبدا، لما يختلف فقيه مع فقيه ونقول هذا استنبط من ما أكرر ليست كهنوتية وأرفض أن تعتبر كهنوتية، هذا مش احترام تخصص. ده أي أحد ممكن، أي إنسان أسود أبيض كبير صغير عربي عجمي من حقه أن يكون عالم ويتكلم في العلم وينتقد ويحلل، بس يدرس العلم أول. جميل. تماما. أنا قصدي اختلافنا احنا. تمام. لا احنا اختلافنا ما يشبه اختلاف الفقهاء هنا. صح. ما يشبه اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. النسبية المطلقة يا أستاذ شيء مختلف بالكلية. النسبية المطلقة هي التي تعتبر تعدد الصواب مطلق، ليس إمكانية تعدد طرق الوصول إلى الصواب. يكفيني هذا منك. شكرا. كذا أنهيت المشكلة. خلاص. تماما. أيضا موضوع الحداثة، لا يا أستاذ، يا أستاذ إسلام كلامك سامحني غير صحيح. الحداثة لم تبدأ قبل 50 سنة 60 سنة، الحداثة بدأت من القرن 15 الميلادي، وبعضهم اعتبرها 16 وبعضهم 17 الميلادي. لو تأخرنا جدا جون لوك موجود قبل الذين ذكرت أسماءهم. وعندما قلت السلفية قلت السلفية المتشددة المعاصرة، المفهوم المعاصر هو منطلق من الحداثة. لماذا؟ وكذلك داعش نتاج حداثي. لماذا؟ لأنها أعملت أدوات الحداثة في النصوص الشرعية التي تستدل بها. أدوات الحداثة لا احترام تخصص، لا قواعد، لكن لا خلاص اللي أفهمه أنا، الذي كنت تقوله أنت، الذي يدخل عقلي أقبله وما يدخل أرده، هذا هو المقصود من الحداثة. هذا الذي يفعله اليوم الداعشيون، مرة يجيب لك ابن تيمية عشان ومرة يجيب لك الشافعي ومرة يجيب لك مش عارف من ومرة يجيب لك أبو حنيفة، وفي المسألة هذه ينقض كلام الأول اللي استشهد به عشان يجيب واحد ثالث. هذه الفوضى التي تفردوا بها أن يأخذوا ما شاءوا كما شاءوا، وهو الذي يدعى إليه اليوم، هذا الذي عانيته أنه من الحداثة.